خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين تلوين لعبوا تمارين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب مساء الخير ومرحبا بأصدقائنا الحلوين في حلقة الاثنين من خلال برنامج استديو الأبطال دائما عبر هذه النافذة وعبر هذه الشاشة نمسي عليكم حلقة الإهداءات والمشاركات ولكن اليوم يوم الإماراتي فإحنا نقول كل عام وأنتوا بألف خير يا عيال زايد الاحتفال يبلش او نبلش من قلبة الساعة عسى ايامكم يا رب كلها افراح اصدقائنا وحبايبنا واهلنا انا عندي عيال عم خوالهم خالاتهم من الامارات يعني من اهلنا منا وفينا مو بس يكونون من عيال عمي من كل الناس ان رحنا الامارات فحسينا ان احنا في الكويت وهذا الاحساس ما يجي الا لان احنا اهل واحنا يعني نحس ان احنا بديرتنا الثانية فاليوم احتفالهم 42 واحنا عبر هذا البرنامج هو برنامج الخليج والوطن العربي نقول لكم كل عام وانتم بألف خير سعداء بسعادتكم فرحانين بفرحكم وان شاء الله نطلع مسيرة مثل ما قاعد تطلعون مسيرات فأتمنى اليوم من أصدقاء البرنامج تحديدا أهل الإمارات بالمشاركة من خلال الأسمس بإرسال سين باللغة العربية أو أس باللغة الإنجليزية تحية خاصة جدا موصولة لأصدقاء البرنامج تحديدا اللي هم يتصلون علينا من الإمارات وين ما كانوا في أي إمارة ولكن هم يعرفون نفسهم عدل فنتمنى حضوركم أو تواصلكم من خلال الأسمس أو التويتر الخاص في برنامج استديو الأبطال والأكاونت يقول @abtal_الراي هذا هو الأكاونت نتمنى تواصل الجميع حلقة حلقة الإماراتيين حاولت كثر ما أقدر اليوم أسوي شيء مفاجأة باللبس بس ربعي اللي بالإمارات موجودين في الإمارات قالوا ما راح كنت بلبس كندورة وكل ما أروح الإمارات يوعدوني أن ألبس كندورة بس الجدول يكون مشحون من خلال الزيارات فما يمدينا نفصل الكندورة بس إن شاء الله وعدكم وعد إن شاء الله في يوم من الأيام لأن إن شاء الله أيامكم كلها أفراح نلبس الكندورة لأنها جدا جميلة ثياب حلوة وراقية كقلوبكم الراقية والبيضة والطيبة تحية كبيرة حق كل إماراتي قاعد يتواصل ويتابعنا عبر شاشة كويتية واللي هي شاشة الراي كل عام وانتم بألف خير مرة ثانية أبي أذكر اليوم شنو راح يكون في حلقتنا إن شاء الله راح يكون يانا مطبخ شعولة بالفقرة الثانية كل أثنين في البرنامج الفقرة الثالثة إن شاء الله راح يكون عندنا ديسكفري وموسوعة حرة من خلال المعلومات نقدمها في فقرة ديسكفري وعندنا إن شاء الله اليوم ألعاب جرافيكس للاتصالات جديدة قد تكون اللعبة شوي صعبة مو بصعوبة اللعبة إنما بصعوبة أول مرة نلعبها فإحنا دائما أول مرة ثاني مرة تكون شوية صعبة عتريس رد لنا أمس بأزياء جديدة واليوم راح نلعب ألعاب جديدة خاصة باللغة الإنجليزية ترتيب جمل معينة قد يكون أفقي أو رأسي وعندنا لعبة ثانية إن شاء الله مثل ما تعودنا اللي هي سكرامبل باللغة الإنجليزية مثل ما تعودنا على لعبة الصورة المخفية اليوم عندنا شيء آخر واللي هو الكلمة المخفية نعطيكم بشكل عام ونخفي هذه الكلمات عبر أرقام والرقم من كل رقم سؤال إذا جاوب صح نعطيك حرف واحد من الكلمة نفسها وتعطيني الكلمة لازم تظهر لي إياها لأنها مخفية والصورة نفس الشيء هي مخفية ولكن الإظهار يكون عن طريق معلوماتكم ومشاركاتكم نتمنى تواصل الجميع أبي أبلش اتصال ونقول ألو لطيفة لطيفة هذه أول واحدة كل عام وانت بخير يا أهل الإمارات شلونك يا لطيفة وانت بخير مساء النور عندي مشاركة طبعا بس علي على صوتك شوية أنت الحبيبة وأنا اللي من صغر سني في كل يوم أنا مع مساعد تغني عيشي بلادي يا حبي قطعة مني عاش اتحادك وعزك يا إماراتي كل عام وانت بخير يا إماراتي يونايتد عرب إمارات كل عام وانت بخير يونايتد عرب إماراتس كل عام وانت بخير وشكرا على هذه المشاركة يا لطيفة وانت أول المهنئين بديرتك وكل واحد اللي ما في خير بأهل ديرته ما في خير في الناس تحديدا فشكرا لك يا لطيفة على المشاركة تبين تلعبين؟ لا مشكر شكرا لك شكرا ومع السلامة لطيفة كانت من أوائل المهنئين لديرتها وخذت هذه المشاركة في برنامج استوديو الأبطال ناخذ بعد اتصال ألو الو الو لوتي سلام مساء الخير مساء النور كيف تمام الحمد لله يا لوتي اليوم انت ثاني اتصال منورتنا شلونك
الحمد لله بخير، انت كيفك؟ والله تمام الحمد لله. تفضلي يا لوتي، تبين تلعبين؟ بغني هذه الانسوده هدائي للسعد الامارات الحديث بمناسبه فوز مدينه دبي في اكسبو 10/10 مناسبه اليوم الوطني. اوكي خلينا نسمع اهدائك. اذا خلاص نخلي الفقره الاولى اهدائك، ايش رايكم؟ حق الاتصالات القادمة يستعدون حق هداءات أهل الإمارات علشان لا نأذيهم من ناحية الألعاب، نبلش فيها بالفقرة الثانية. تفضل يا لوتي خلنا نسمع غنيتك. هذه الإمارات وهذه شعبها قولوا هي شعب الحياة والكل يحبها الله، هذه العزيزة أبو ذبي حبها سباء كلبي سب، يا رب صلوا على النبي تملى القلب لها الغلا. هذه الإمارات وهذه شعبها قولوا هي شعب الحياة والكل يحبها الله، لك يا ربي يا دبي أغالي يا دار الحج، مثلك لما شفنا شيء بهالكرم وبهالحلا. هذه الإمارات وهذه شعبها قولوا هي شعب الحياة والكل يحبها الله الله. السلام على صوت الحلوة، صفق لك والله يستاهلون أهل الإمارات. لوتي صديقتنا هذا اداء منك لهم، شكرا لك على مشاركتك في برنامج السيدي الابطال. مع السلامه يا لوتي. ناخذ اتصال ثالث. الو نور. يه شلونك يا نور؟ بخير. حابه تقولي شيء؟ قولي تحياتي. تفضلي بس في هوا شوي بالصوت. امي وابوي. اوكي. واخواني واخواتي. ايه وعماتي واخوالي وبعد البرنامج. شكرا. ها اشتغل البرنامج. تسلمين، شكرا جزيلا. انت بتقولين شيء ثاني؟ تبين نلعب؟ نو. ها لا نو لا. شكرا لك وعلى اتصالك ومشاركتك. شوفوا انا قاعد اسرع في في الاتصالات علشان هناك كمية كبيرة من المشاركين في هذا اليوم. إذا أنتوا حابين تلعبون، مو علشان أنا قلت الفقرة الأولى هداءات، فالألعاب جاهزة، بس نور ما تبي تلعب. ناخذ اتصال رابع. ألو روضة من الإمارات. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير صحة سلامة. من وين من الإمارات أنتي؟ من العين. من العين، تحية كبيرة لأهل العين ونقول لكم كل عام وأنت بخير. شنو حابة تقولين بهالمناسبة الحلوة؟ أبا هني كل شعب دولة الإمارات الحبيبة وكل حكامها. حابة تهدينهم كذي نشودة عن الإمارات حافظتها؟ ها يستاهلون وانتو تستاهلون يعني. تبتقولين شيء؟ لا بس هني كل الشعب ومشكورين على أهل الكويت إنهم يعني هذا واجبنا طبعا، ما يصير احنا يعني تشكرونا على واجب. بس ابي اقول لك شغله، شلون استعدادك اليوم؟ شنو راح تسوون اليوم؟ شنو حاطه في بالك؟ نسوي حفله ويا اهلتي. مشاركه الاهل في الافراح في بيت ولا راح تطلعون مثلا في الشارع؟ في البيت. في البيت، الله يحفظكم ان شاء الله. هناك افراح تكون بين الاسره في البيت في الاحتفاليه، وهناك ايضا من ناس تطلع المسيرة علشان تتلون شوارع الإمارات بالمسيرات الحلوة اللي قاعد تقدمونها، وعلم الإمارات موجود في كل مكان. عندنا بعد مشاركة. مروة مروي، هذه شوف البنية هذه ما يعني أكيد بتسوي شيء حق الإمارات. مروي ألو، شفت شلون قلت لكم مسوي شيء؟ راح سكرت خط يعني، أشياء وايد مسوية. ناخذ بعد فام. أنا أبي مثلاً أقرأ تعليقات، بس أيضاً هناك تعليقات من تويتر البرنامج مسوينا لينك خاص لأغنية أو أنشودة عن الإمارات، إحنا ما نقدر نفتحها يعني. هذا بليز أعرض الأغنية. عبد الله أنا نور من الإمارات، ما أقدر، مسويت لنا لينك في اليوتيوب. نور ما أقدر لأن أصلاً الصوت حتى ما راح يكون واضح، مو متصل مع الكنترول. أو إذا أنتوا حابين تسمعون أغنية أو فيديو كليب قولونا شنو اسم هذا الفيديو كليب وإحنا نجهز لكم. طريقة ثانية مو باللينكات اللي قاعد يزونها، بس عطونا اسم الأغنية ومن المطرب اللي غناها أو الكليب نفسه، وإحنا إن شاء الله نعرض لكم إياه بالفقرات القادمة في البرنامج، تستاهلون. ناخذ اتصال. مروة موجودة. مروة ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك مروة؟ الحمد لله تمام، وانت شحالك عبود؟ والله تمام، كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة سلامة. ها مروة شو مجهزة اليوم؟ مجهزة ما سمعت.
أقول بودة عندي قصيدة وبودة حياتي. يلا غنينا توا، الحين نسمع قصيدة. إماراتي أنت كالفردوس في قلوبنا عالية، فداتي قلبي وروحي وأمري يا الغالية، أنت زهرة الكون الزاهية، ربي يحفظ روحي الدامية، الفخر دائما في نفوسنا متعالية، أنت رافع روحنا السامية، إماراتي أنت دار المعزة، إماراتي أنت دار المحبة، أفتخر إني إماراتية، أفتخر إني إماراتية وديني إسلامي. الله عليك. الله يرحم شيوخ، الله يرحم شيوخ اللي بنوا بلادي وهم في دوم في قلوبنا متسامي، أهني شعب بلادي، أهني شعب بنجات بلقياتي، أنت موطن، أنت موطن أحلامي، أنت موطن فؤادي، إماراتي دوم فعالي، إماراتي دوم إنجازات متتالي، يا أغلى دولة في الوطن العربي، وأنا أقول أفتخر إني إماراتي. الله، وكلنا نفتخر فيكم والله، وعلى الإنجاز اللي صار قبل يومين. شوف هذه الفرحة، سبحان الله، على النية فرحتين، يعني سعداء بهذه الفرحة اللي صارت. يعني إحنا نفتخر كخليجيين وكوطن عربي في هذا الإنجاز اللي جاء من الإمارات. شكر كبير لكم. نقول الله يرحم للشيوخ اللي أسسوها وبنوها، والله يطول بعمر اللي قاعد يعمرها الحين من خلال الإنجازات اللي قاعد تقدمونها لنا، واللي إحنا قاعد نشوفها بعيننا ونسمعها من خلال الأخبار. شكرا يا مروة. تبي تقولين شيء ثاني مروي؟ لا خلاص. اليوم اليوم غريبة، مستحي خجولة صار اليوم، ليش ما تدرين؟ ها. شكرا لك يا مروة على اتصالك، وما نسيتي ديرتك في هذا اليوم. راح نكمل مشاركاتنا، وايضا عندنا فقره مطبخ شعوله، كذي وجبه خفيفه مسويت لنا اياها، نشوفها في الفقره الثانيه، ولكن الحين ننتقل حق بريك. ردنا وياكم بالفقرة الثانية في حلقتنا لليوم. مثل ما وعدتكم عندنا مطبخ شعولة. قبل أن نتغل حق مطبخ شعولة، خلنا نعطي فرصة حق الأصدقاء في تويتر البرنامج اللي ما شاء الله يعني قاعد يشاركون ويانا تويتات أكثر. عبد الله إقرأ ملاك الصامت، حاضر أول واحدة، أنت شفت شلون عشان تزلين. عبد الله منور، أبي أقول حق كل الشعب الإماراتي كل عام وأنتم بألف خير من أمل مبارك. أيضا نقول كل عام وشعب الإماراتي بألف خير سوسو، مساء الخير لأهل الخير والحب، مساء الخير من عيال قابوس إلى عيال زايد، والله يديم الأفراح على دول الخليج يا رب، كلنا يد واحدة. هايدي، شكرا لك يا هايدي. أمل من جدة تقول عبود منور، عمتي صفية وماما مرة يحبونكم، وماما لو كنا لو كنا حاطين على القناة تبي تخاف. أوكي شكرا. أنا اللي فهمته أنه لو مغيرين القناة لازم تحطون هالحزة تلفزيون الرأي. شكرا لكم بعد، شرفنا طبعا هذا الكلام. كل عام وأهل الإمارات بخير، أكبر تحية لعبود وإلى مروي وبثون سبيتشا وحصة صليطي وشمس الشارجة من سلمى الشريف بنت السودان. شوفوا دول الخليج قاعد تشارك وياكم الأفراح، قاعد نقول أسامي الدول. مبروك لشعب الإمارات مناسبة اليوم الوطني من عهود، شكرا يا عهود. كل عام وانتم بخير يا أهلنا بالإمارات، وإن شاء الله يا رب سنة خير عليكم وتنعمون بالأمن والأمان والصحة والعافية من التوأمان. شكرا. عواش من الإمارات تقول أنا قاعد أطرش بس ما حد يتصل فيني، يتصلوا على عواشة. أوكي ما ردت عواشة، اتصلنا عليك ماجد، يقول الكابتن ماجد يقول اتصل عليك وما رديتي، دير بالك من الكابتن ماجد. يلا بعد عندنا سلام عبودة، وجه تحياتي حق أصال فاتن بيون بثون لوتي هند رهف العنزي لجين من السعودية، من لجين من السعودية ومشاعل عبود سارة مرة متحبكم من دارين. شكرا لك يا دارين. أنا أقول الأغنية اللي نبيها أنا جندي بصوت إبراهيم العبيدلي، إن شاء الله قاعد تجهزها سارة، ما تقصر سارة، ما شاء الله عندها الـ LTE هذا النت. راح نكمل وياكم، ولكن خلينا نشوف يا بعض فقرة مطبخ شعولة ونرجع نقرأ التويتات. مساء الخير أصدقائي الحلوين، وفقرة جديدة من مطبخ شعولة، واليوم راح نسوي لكم شيء حلو ومميز، وكلكم راح تقدرون تسوون إن شاء الله بالبيت. الأشياء اللي احنا محتاجينها ومقاديرنا الحلوة هي: بداية نحتاج إلى توست، احنا اخترنا توست ملون عشان يكون شكله حلو ويفتح الشهية، وأيضا نحتاج إلى قطع من الفراولة نقصصها بهذا الشكل، وأيضا نحتاج إلى راسبيري، هذا هو نوع من أنواع التوت، وأيضا نحتاج إلى توت أحمر، ونحتاج إلى جبن، أي نوع من أنواع الجبن اللي أنتوا تحبونها. خلونا نبلش الحين أصدقائي الحلوين خطواتنا. رح ناخذ التوست وندهنه بالجبن اللي عندنا بهذه الطريقة.
من بعد ما وزعنا الجبن بهذه الطريقة راح نضيف له الفراولة. حطينا الفراولة بهالطريقة، الحين راح نضيف الراسبيري. صارت عندنا التوستة بهذه الطريقة، ونزين الصحن اللي عندنا بقطع من التوت. هذه هي توستنا، واللي تعتبر طبعا وجبة غذائية مهمة، ممكن كلنا الصبح ناكلها وكلنا نستفيد منها، وإن شاء الله يا رب كلكم تطبقونها أو كلكم تسوون هذه الشغلة البسيطة. طبعا بسيطة بس لها قيمة غذائية عالية. خلونا أصدقائي الحين نشوف فيتامين اليوم. تسلمي ايدك شعول على الاكله هذه الخفيفه والحلوه، و حاب نشكر فطوم اللي اعطتنا المقادير. ترى هذا تخصص بنات، البنات شطار في الطبخ. والله انا اقول لكم قصه، فاطمه تقول لي عبد الله نبي اكلات كذي، قاعد اقول لها فاطمه يعني الاعتراف بالحق فضيله، انا ما اعرف، قاعد احاول كثر ما اقدر اني افكر بشيء افكر بشيء، يعني كل ما اقول شيء يقولوا لي غلط. فانا شنو قلت الحين المره الجايه راح ادز لهم اشياء وكيفهم عاد، اقول اسوي مشبوس لحم، اسوي اشياء كذي، واذا ما عرفوا انا سويت اللي علي، يعني هذا اللي انا اقدر اقوله، واللي اعرفه وغير اللي ما اعرفه قاعد اعترف فيه. نرجع مره ثانيه للاتصالات. الو بثينه. الو نعم، شلونك؟ الحمد لله بخير، انت شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. وين راح تروحون اليوم؟ ان شاء الله بروح المسيره ان شاء الله. وين؟ شارع الشيخ زايد المسيره؟ ما ادري، بس انا عن بيتنا وشارع الجميره مسير. شارع الجميره بعد راح يكون في مسيره؟ هي كيف يسوون؟ تدرين عاد انا المفروض ان هالويكند هذا بدبي. اصلا ليش ما جيت؟ ما قدرت والله، يعني ملتزم بشغلات معينه مع ناس يوم السبت وكذي، فما قدرت، كان المفروض اني اكون موجود علشان استمتع بالافراح اللي اتوقع للويكند، صح ولا لا؟ هي بيكون مستمر ان شاء الله، يعني عادي ان شاء الله بتنور عبود، اذا مو بهالمره الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله. زين بثينه بقول لك شيء. هلا قبل لا تقولين وتهنين ديرتك واهلك بهالمناسبه، فعندنا لعبه جديده، ايش رايك نبلش وياك؟ اوكي مو مشكله. انت شاطره زين؟ اوكي عشان تفهمينها بسرعه كذي وتكونين مثال، وترى هذا يدش بالسي في عندك وتدشين جينيس. اوكي اوكي. تبي تدشين جينيس؟ طبعا، منو ما يتمنى يدش جينيس. والله انتوا هالامارات دشيتوا جينيس وحطمتوا الارقام القياسيه بصراحه، مو غريبه عليكم. يلا خلينا نشوف اللعبه. أوكي. شوفي ركزي فيها، عندك كلمات باللغة الإنجليزية على اليسار، إنزين؟ لازم تجيبين لي بدون بس التايم، بس لازم تجيبين لي الكلمة موجودة بالسكرام، أوكي؟ تقولي لي مثلاً A والرقم أو B والرقم، ما لك شغل بالأحرف اللي داخل، بس تكونين لي الكلمات، تختارين ثلاثة اللاين كامل، عرفتيها؟ كيف يعني؟ لا ما فهمت. هذه لعبة الكلمات المتقاطعة. يعني مثلاً good for example for example you know about for example yeah, يعني مثلاً أبي أنا كلمة أبي كلمة good أقول A one حرف الجي A أو B two. شوفي أوكي فهمت.
اوكي؟ او تقولين عشان تسرعينها تقولين من A1 لحد D4 عشان تكوني سريعة. عرفتي؟ اوكي. فهي راح تبين جود كذي. ماشي؟ اها اي ماشي. يلا. الحين انا اعطيتك جود. كملي. اوكي. يلا. اي واحدة تطلع لك مو شرط. D1 لحد؟ لحد E1. لحد E1. برافو صح. اوكي. ايه. وبيبي بيكون E من 2 لـ 5. اي من 2 لـ 5 صح. سهلة جدا هي، يبي لها تركيز بسيط، لأن ترى هي ويا وقت 45 ثانية بس، احنا عشان أنت أول اتصال. اوكي. وتير بيكون من A5 لـ B5. تعرفين شنو تير؟ دموع. اوكي. ايه. وسي بيكون من 4 لـ C4. انا غزغللت عيني، صارت الحروف بعيده والله. بلي نظارة كبرنا. بعد جو عندنا. اوكي. وجو بيكون من D2 لـ 3. ان انجلش. Yeah. اي 3 شنو بيكون؟ سي. لازم تقولين لي. برافو عليك، انا صفق لك، كملتي لي الكلمات من اللتر والارقام. تير يعني شنو؟ تير دموع. دموع. أنا فاطمة كلها لما أكون متأخر أسيد يقول لي تير الاستديو. بس هاي بالعربي. هي ما تقول يعني طير. يلا عبدالله تير. إنزين شكرا لك، يعطيك العافية أبو ثين. الحين تقدرين تهنين أهلك، تفضلي. ودي أقول قصيدة حق شعب الإمارات الغالي. طبعا. أقول مبروك يا شعب الإمارات بدوية يعلى يعيد عوام وعوام. قيادة خليفة الشيخ الرشيد تفدع روسنا وروس رقوام. إحنا للعدو كيد مكيد نكيد، لجل الإمارات نروح عدام. لبيه يا وطن القريب للبيت، أبشر بعزك في وقت اللجام. للوطن أتمنى أروح شهيد، روحي له رخيصة بلا سوام. صح فينا يا نذير بلا وعيد، يهب لك الشجاع المقدام. بلاد كرمها كل يوم يزيد، فديتها من شعبها لحكامها. وكل عام وبلاد الإمارات بخير وعدام، عزة يا بلادي دام. يا سلام. صح لسانك يا أبو ثينة. صح لسانك يا غالي. والله مستانس أنا، سعيد في هذا اليوم الجميل هذا. شكرا لك يا أبو ثينة، وتستاهلين، وأيضا الديرة الحلوة هذه تستاهل كل خير، كل دعوة تكون لها لشعبها ولحكامها. فشكرا يا أبو ثينة على مشاركتك الدائمة والمميزة في برنامج استديو الأبطال. لما نلعب نفس اللعبة مع اتصال اللي بعده ونشوف. عايشة عواش من الإمارات. هلا. اللي كانت زعلانة عواش، إن شاء الله راضينات. رضا والله وراضينات، دلع حتى ودلعنات. قصر على التلفزيون. أنت حين زعلتينا كذي، معروفة هذه، لازم نقصر صوت التلفزيون. قصرت. اي اوكي. عواشة. هلا. تبين نلعب نفس لعبة بوثينة؟ ولا لا؟ راح نلعب عتريس، هم الجديد، اوكي؟ اوكي. يلا نبي ننوع، انا قصدي ان نلعبها مرة ثانية علشان تكرار يعلم الشطار. خلينا نشوف عتريس ويا بعض، وبعدين نهني الامارات. يلا. يلا ركزي. هو طبعا حاط الكابوس على الجنب يعني شكل الكول. يلا الكاب، اي واحد منهم؟ 1 2 3 1. صح. نظارة. ما ركزتي شكلك على النظارة. 2. حنشوف. صح. تيشيرت. 3. صح. اخر شيء الحذاء. 1. هم صح. شطورة يا عواش، ركبتي لنا أزياء عتريس الصحيحة مثل ما طلعت ويانا في البداية. شنو حابة تقولين عواش؟ بقول قصيدة حق الإمارات. يلا تفضلي. شعبنا أسعد شعوب الأرض دوم، من عهد زايد إلى يوم الحساب. الله بالكرامة الله. والشرف عاش محشوم، في فرح ما نغصه حد بعتاب. يوم حوله أغلب الناس بهموم،
ما درى بالهم محفوظ الجناب، وما درى بالخوف أطفاله سلوم، ولا حسب في يوم للحاجة حساب، ولا انهضم حقه إذا الغير مهضوم، مورده عذب إذا الغير احتراب، له خليفة ومحمد وسلطان، محتسب في كل يوم وكل مطلب له على الحاضر مجاب. عن شعبنا جت لنا أحلى العلوم، إنه أسعد شعب شياب وشباب، الحكومة له على الواجب تقوم، وكل يوم ينفتح للخير باب، هي شهادة حق من ربع وخصوم، وعن تعبنا وجهدنا أوضح جواب، يعل فال الخير لبلادي يدوم، طاب فالك دارنا بالخير طاب. صح لسانك، يا سلام عليك وعلى أهل الإلقاء. يعني حلو الواحد يقول كلمات جميلة بحق ديرته، بس الأحلى أن تكون إلقاها حلو والكل يستمتع بهذا الصوت الجميل والإلقاء الجميل. يعطيك العافية عواشة. وصح كنا احنا اللي راح نزعل اذا ما خذينا اتصالك، مو انت تزعلين، فمشكوره ويعطيك العافيه ومع السلامه. راح نكمل مشاركتنا، خلصنا تقريبا نص الحلقه، وما تبقى من الحلقه ايضا راح يكون الاهداءات ومشاركات بالاضافه الى ديسكفري، وعندنا في الاخير يعني راح نحط كليب جميل كذي قليل بحق اهل الامارات. بريك. رجعنا الفقرة الثالثة في حلقتنا اليوم في برنامج استديو الأبطال، وأنا قاعد بالبريك قاعد أقرأ كم تعليق للأصدقاء، فقاعد ألخص بعض الجمل. إنما الكل مشارك ويانا تحديدا من دول الخليج، خلنا نقرأ تعليقاتكم. في تويت يقول مساء الخير عبود، ممكن سؤال بسيط جدا من محمد؟ اسأل آمر تدلل، راح أجاوب مهما كان السؤال. حاضرين. بعد عندنا منار العصفور، صديقتنا من البحرين، تقول حبيت أبارك للشعب الإماراتي وأقول لهم كل عام وانتوا بألف خير. مشكور عبود على المقدمة الحلوة، تسلم دائما ما تقصر معانا، من نور من الإمارات فعليك. أوجه تحية للشعب الإماراتي ولك، شكرا جزيلا. أمل من جدة قرينا تعليقها أتوقع، يعني إذا ما قريناه قاعد توجه تحياتي حق أصدقاء البرنامج ولنا، فعشان أمون لا تزعلين أخاف مو. أبارك للشعب الإماراتي بيوم عيد الوطني. خلود المالكي أيضا تقول من أجمل أن تعيش حياتك كوردة لها عطر جميل، تسقى بطيبة القلب وتعيش بنور الأمل، من أنت وأمان، أماني وكريمة من سلطنة عمان. بعد عندنا عبود الله يسعدك، زي ما سعدت ولدي أمس حمودي، لما قلت اسمه حمودي حبيبي لاش دعوة، ما سوينا إلا الواجب يا أم محمد. بعد عندنا أوصاف تقول كل عام والإمارات وشعبها وحكامها بألف خير، والله يديم هذه الأفراح. عبود أنا أنطر برنامجكم قبل يجي، أحب برنامجكم حيل، وجه تحياتي لأمي وأبوي وزينب سلمان أو سليمان عفوا، ولك ولي شعولة. شكرا. غلوي أيضا تقول مساء الورد، هاي غلوي من السعودية تقول مساء الورد، منور عبود الجميل. شكرا. وبارك حق كل الشعب الإماراتي خاصة بثون ومروي، وعسى أفراحهم دائمة. الشرس أيضا لبصمة بهذا اليوم، وتحديدا شكرا أنت الغالي وأنت الحبيب، شكرا لك يا الشرس حبيبي ما قصرت. وردة الجنة أيضا تقول تحية كبيرة للجميع. خل أروح فوق علشان أشوف الأصدقاء اللي توهم مشاركين ويانا. آخر تويت ياني عبد الله دزيت مسج، أخذوا اتصالي عذاري العازمي. ماجد شوف لنا، كابتن ماجد شوف لنا عذاري العازمي، تقول أنا قاعد أشارك وياكم إن شاء الله، بس في كمية اتصالات كثيرة. زهراء البحرينية تقول سلام وجه تحياتي لكل صديقات البرنامج، وكل كل عام وأهل وبلد الإمارات بخير يا رب. شكرا لك يا زهراء من البحرين. نوني من السعودية تقول أحبكم وايد. الشرس تسلم. منار العصفور تقول اخذوا اتصالاتي، في ناس قاعد تشارك. إذن يلا نريح مع التويتر، نشوف ديسكفري ويا المعلومات، ونرجع علشان ناخذ الاتصالات. أبو القاسم عباس بن فرناس من العلماء المسلمين، فقد تعددت خبراته وعلمه في الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء. اشتهر بمحاولته المشهورة للطيران، إذ يعد أول طيار في التاريخ. كان عباس بن فرناس مخترعاً ومهندساً وطياراً وطبيباً وشاعراً عربياً وموسيقياً أندلسياً. اخترع ابن فرناس ساعة مائية وأطلق عليها اسم الميقات، واستطاع أن يتوصل إلى صناعة الزجاج الشفاف بلا ألوان. وكما أنه صنع عدسات طبية
وقام بتطوير عملية قطع صخور الكريستال، مما جعل إسبانيا تستفيد من هذا. يعتبر أول من اخترق الجو من البشر، وأول من فكر في الطيران، واعتبرها المنصفون أول رائد للفضاء وأول مخترع للطيران. فقد كسى نفسه الريش ومد له جناحين طار بهما في الجو مسافة بعيدة، ثم سقط فتأذى في ظهره، وقيل أنه كسر ضلعا من أضلاعه فقط، وكان عمره وقتها يقارب 65 عاما. من الواضح حسب المصادر أن عباس بن فرناس قام بتجربته في الطيران بعد أبحاث وتجارب عدة، وقد قام بشرح تلك الأبحاث أمام جمع من الناس دعاهم ليريهم مغامرته القائمة على الأسس العلمية. من المصادر أن بن فرناس صنع آلة للطيران بعد دراسة وتشريح ميكانيكا الطيران عن الطيور، وأفلح في طيرانه، ولكنه بعدما نزل حكم بتهمة التغيير في خلقة الله وتم عزله في بيته. بعد أن أعد العدة أعلن على الملأ أنه يريد أن يطير في الفضاء، وأن طيرانه سيكون من الرصافة في ظاهر مدينة قرطبة، فاجتمع الناس هناك لمشاهدة هذا العمل الفريد والطائر الآدمي الذي سيحلق في فضاء قرطبة. وصعد أبو القاسم بآلته الحريرية فوق مرتفع وحرك جناحيه وقفز في الجو، وطار في الفضاء مسافة بعيدة عن المحل الذي انطلق منه، والناس ينظرون إليه بدهشة وإعجاب. وعندما هم بالهبوط إلى الأرض تأذى في ظهره، فقد فاته أن الطائرة التي يقع على ذنبه ولم يكن يعلم موقع الذنب في الجسم أثناء هبوطه إلى الأرض، فأصيب في ظهره بما أصيب من أذى، وقيل أيضا أنه أصيب بكسر في ضلعه. نرجع مرة ثانية وناخذ اتصالات الأصدقاء ونقول ألو. السلام عبد الله، شلونك؟ وعليكم السلام، من معاي؟ يوسف. يوسف حبيبي شلونك؟ طيب تمام الحمد لله. تفضل يا يوسف، تبي نلعب لعبة سكرامبل؟ يلا خلينا نشوف اللعبة على الشاشة، انت ثاني واحد يلعبها، بلشناها ويا ابو ثين. يلا خلينا نشوف اللعبة. يلا عندك كول، كلمة كول شلون تقدر تلعبها؟ من الاي والرقم وتقول لي اي رقم. يلا من من ايه ليه؟ ايه وشنو ليه؟ اي رقم؟ من ايه ليش اسمه بي؟ لا قول من ايه شنو اي رقم؟ اي 1 مثلا. اي 1. اي 1 ليه؟ لدي 1. لدي 1 صح. حلو، عطني كلمة ثانية. من ايه 2؟ لا ليش ليدي 5. ليدي 5 صح. حلو كمل. من A1 الى A3. مالك شغل فيها؟ لا لا مالك شغل فيها. من ليدي إشاعة من A5 لC5. ترى على فكرة هي فيها وقت، ها بس احنا اليوم بس استثنائيا عشان تتعودون عليها. بس من كول كول يو نو وات ذا مينينج اوف كول. من اي 1 2 دي 4 لا لا اي 4 اوكي E4. يلا بعد عطنا ون من بي 2 من دي 2 أو بي 2 سوري بي 2 اي لدي 2 لدي 2 حلوين 1 و من 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 سي من سي 2 ل لا 3 من 3 سي 3 الى اي 5. هذا اللي يسمع كلام غيره، خليك انت مركز. انت صدقني انت راح تعرف لها، بس انت لانه خلاص عطيت اللعبة حق غيرك فمو مركز كذي. لو انت قاعد تلعبها اسهل لك واسرع لك، لان يا يوسف اللعبة قلنا فيها 45 ثانية واقل شيء تجيب لنا 3 كلمات، مو كلهم طبعا 45 ثانية نو واي تقدر تاخذهم كلهم، بس ان شاء الله من باكر راح تكون اللعبة
ثلاث كلمات ب 45 ثانية، فنتمنى من الأصدقاء اللي يشاركون وهم يركزون عشان تكون أسرع. تفضل يوسف. رجت حياتي. يلا على السريع. حق أمي وأبوي. إيه. وإخواني وخواتي. إيه. وحقك أنت مشاعر وحق أخوي ماجد. تسلم، يعطيك العافية يوسف، شكرا جزيلا. ناخذ بعد اتصال. ريم. ريم. ريم ناخذ صار ريم. اوكي نزيد الريم. ميم. مريم. هي قلتها. نزيد الريم ميم فصير شنو؟ مريم. مريم عاشت الاسامي. شلونك يا مريم؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. على اسم جدتي الله يرحمها يعني. مريم. ها ما يقولون ها؟ نعم نعم. اي كذي تلعبين؟ اي. كم عمرك؟ 11. 11؟ إيه. العمر كله إن شاء الله راح نختار لك لعبة، لعبة الصورة المخفية. أوكي هذه معروفة. يلا خلينا نشوف لعبة الصورة المخفية. اختاري رقم. خمسة. خمسة. المايك وياك، تغنين أو تنشدين أو تقولين قصيدة ويطلع لك الجزء أو تقولين باس. باس. ما تعرفين؟ إيه. يلا رقم ثاني. ثلاثة. Oh no. Oh no. واحد. واحد. Yes. لونه أبيض. يلا اختاري بعد رقم. ستة. ستة. شيء لونه أبيض معروف. شنو هو اللي لونه أبيض؟ ما أدري. هذا شنو؟ قطن. هاي قطن. قطن. شطورة. أو هو طالت أصلاً الصورة يعني. ما تعبتي نفسك بس يلا هذا هو حظك. شنو بتقولين يا ريم زيادة ميم؟ ما أبي شيء. ما تبين شيء؟ إيه. زين أنا أبي. أوكي ولا مو أوكي؟ أوكي. بس تنفذي لي اللي أنا أبي؟ إيه. أكيد؟ أكيد. غني لنا أغنية. لا. ليش؟ ليش؟ طلبت. قلت لي أوكي. منو اللي قال لا؟ منو اللي قال لا؟ ريم زيادة ميم. شو تضحكين؟ ما والله ما قلت شيء. مريم. ما تبي تغني؟ إيه. قولي طلبك مرفوض. طلبك مرفوض. مع السلامة. شكرا لك يا ريم زيادة ميم. راح نكمل الفقرة الأخيرة من بعد البريك. أكاونتنا في التويتر @abtal_rai دائما هو يعني هذا الأكاونت المخصصين لأصدقائنا اللي حابين أن يوجهون هداءاتهم فقط من غير المشاركة في الاتصالات. فإحنا عشان كذي أو خواطر أو بعض الحكم والكلمات الجميلة اللي إحنا كلنا نستفيد منها. مرحبا عبد الله، نبي كليب لدولة الإمارات من ملاك الصامت. ملاك الصامت تطلب كليب لدولة الإمارات. عبود ليه ما تقرون تويتاتي؟ أنا دائما أرسل لكم منوشة وزيادة هاء. أوكي شون هاء من وين؟ أوكي إحنا ما أدري، ما حاولت أركبها. أهلا وسهلا نورت يا غالي، أنت والله تحل الدنيا هذه كلها. شكرا لك يا شرس. أوكي عبود راح تصير اسمي منوشة وزيادة هاء. هاء وين؟ همنوشة يعني؟ يعني نتكلم عن الهاء تكون بالأول شيء يعني مو آخر شيء. كل عام والإمارات بألف خير عبود، وتحياتي لهم من اللي ماجد، وتحياتي اللي ماجد سوري زهراء حسين. أيضا منار العصفور ما شاء الله اليوم عندها مشاركات وايد. نوني السعودية شكرا لك. وجه تحية للشعب الإماراتي. وإختي دعاء شكرا. مساء النور عبود. مساء الورد. في واحد قال أو واحدة ما أدري قالوا إحنا بسألك سؤال بسيط جدا جدا، ما يالي هذا السؤال وبقى دقائق قليلة وتنتهي الحلقة. زين بليز اخذوا اتصالاتي من منار العصفور من البحرين. ان شاء الله راح ناخذ اتصالك. اذا ملاك الصامت طلبت كليب، والكليب احنا قلنا في بدايه الحلقه راح يكون هناك كليب جميل وبسيط للشعب الاماراتي في يوم الاتحاد. خلينا نشوفه ويا بعض. وبالفنان ونوتن عبر الزمان.
غنوة عبر الزمان. قلبي عبار واسمك ضوى بالقمر لو يطول بنا السفر قلبي داوم مع سهر طفت بقلبي عبار واسمك ضوى بالقمر ما لنا غير الوطن مو لنا حب وسكان عبار غرد غنى وانبهار الزهر تحت المطار يحتفل ويا البشار كل طير انبج عبار غرد غنى وانبهار ما لنا غير الوطن هو لنا حب وستار ينبض بقلبي وتار ديرتي شوق القمر وصفك القلب انسحر مالي من حبك مفار ينبض بقلبي وتار ديرتي شوق القمر ما لنا غير الوطن هو لنا هو لنا حب وستار ان شاء الله عجبكم هذا الكليب اللي انتم طلبتوه في بدايه الحلقه واحنا نفذنا هذا الطلب. شكرا يا ساره. طبعا هذه الشخصيات اللي طالعه ساره وقطوتها مشمش هم كذي دائما يحطون بساط يقعدون شاي حليب والفراشه انا هاي هي طلعت بالكليب. خلينا نرجع للتويتر ولا ناخذ اتصالات. شنو اسعد شنو تبي؟ يلا اتصالات. الو نبي اغنيه انا جندي للاطفال احنا طلعناها باليوتيوب شفنا ان مالها فيديو كليب هي بس اغنية فما نقدر احنا مو اساس نطلع الفيديو كليب يعني قصدنا. الو نوف. هلا شلونك؟ الحمد لله تمام. اوف ويا نون صح؟ ايه اوف بالاول نون شو تصير؟ ما ادري. تدري ليش قلت ليش ضحكت؟ تدري ليش ضحكت؟ ليش؟ لما واحد يقول شيء ما يضحك شو يسمونه؟ ها؟ نوف. هلا. خلاص ما نبي نسولف. يلا تبين تلعبين؟ ايه. عتريس جاهز. ها؟ يلا. عتريس عتريس ايش فيك؟ نوف مو مركزة. اوف اقول لها تقول يلا وسارة تقول ملابس. يلا. يلا كاب اصفر وشعر اشقر ما ادري من معلم الموضوع. يلا اختاري رقم 2. رقم 2 بعدين شنو؟ بعدين شنو؟ عششيني ساعديني. رقم 1. رقم 1 قولي حق اللي غششتك قال يقول لك غلط. التيشيرت بسرعة عندك غلطة وثانية وتنفصلين.
ثلاثة. انتهى الوقت، انتهى الوقت. تدري ليش انتهى الوقت؟ تدري ليش انتهى الوقت؟ ليش؟ لأن أنت قاعد تأخذين من إجابة غيرك، فعلى ما تقولي لها وعلى ما هي تقول لك إلا انتهى الوقت، وإحنا حاطين الوقت خاص للاتصال وهو اللي يساعد نفسه بنفسه، لأن المشاركة لك خسرتي ما عليه. يا نوف شنو حابة تقولين ولا مو حابة تقولين شيء؟ بقول تحياتي يلا حق أمي وأبوي، إيه حق أخواني وخواتي، إيه وكل رفيقاتي. شكرا لك يا نوف. ناخذ بعد اتصال. زياد عذاري ما نسيت. الو مساء الخير. مساء الورد، اهلا عذاري. هلا فيك عذاري. انت اللي شاركتي بتويتر؟ اي عذاري العازمي صح؟ اي والله والنعم. عذاري تلعبين؟ اي وبعد ابغى تحياتي. اوكي خلينا نشوف لعبه سمارت مع اتصال ثاني. ما في يلا تلعبين ويا ما له شغل ترى مو بدليه. يلا ألعب وياك أنا. يلا تفضل. يلا عذاري أنت كم عمرك؟ 16. كبري. إيه. يلا خلينا نشوف اللعبة. عذاري أنت الأحمر لأن أنت نفس الحرف مالي. إيه. وأنا الأصفر. أنا بقول سي. أنت بتقولين سي؟ إيه. وأنا شنو أقول؟ أقول أنا إيه. يلا شنو أنت بتقولين؟ سي. سي؟ إيه. يعني بتفوزين هيكا؟ لا مو هيكا، شو يقولون هكا؟ يلا هكا. أنا سي. شي صار بعيد والله قاعد نحول. بي. بي. أنا دي. يلا دورك. بي. بيك انت بتفوزين. ها انا ابي ايه. تعرف لها هي تعرف لها. انا بقول دي. ما يصير دي. هاي يصير. اوكي شكرا ترول يعني خلكم وياي شويه. عبد الله هلا موجود تحياتي. عذاري هلا شلون شفتي علي؟ ترى انا كنت مركز صدق بفوز يعني خسرت اليوم. عذاري هلا. نعيد اللعبه مره ثانيه؟ اي عادي. وتفوزين؟ اي راح افوز. نقدر نلعبها مره ثانيه؟ ترى احنا مو مركزين انا ايش قاعد اقول. ممكن نلعب اللعبه مره ثانيه؟ هم قالوا اي بس انا عشان الوقت ما راح اقول لا. اوكي عذاري يلا وجه تحياتك. وجه اكبر تحيه حق امي وابوي. ايه وحقك عبد الله منور الشاشه. شكرا. وحق الشعب الإماراتي وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير وعسى أفراحكم دائما إن شاء الله دوم يا رب. وحق خالتي أم محمد وحق إخواني وخواتي وكل صديقات البرنامج. شكرا لك يا عذاري وإن شاء الله ما قصرنا وياك وفزتي في لعبة سمارت. إذن في الختام نشكر كل الأصدقاء اللي شاركوا في حلقة اليوم ويا الجرس نقول لكم نشوفكم في حلقة باكر. وفي هذه الأوقات نقول مثل ما بلشناها نختمها ونقول يا عيال زايد كل عام أنتوا بألف خير استمتعوا في هذا اليوم الجميل وإحنا إن شاء الله مستمتعين وياكم. كل اللي علينا أن إحنا نتصل ونهنيكم وسويناها في استوديو الأبطال ونشوفكم إن شاء الله باكر بنفس الوقت. رايحين للفن رايحين رسمو تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين راح نسأل ونلعب راح نمرح نستفيد مدرسة وبيت وملعب استديو الأبطال أكيد.